ممكن ناكل اخر كسكسو ليا. علاش؟ حيت صحابي فيتنا قال لك باغيين يدخلوني للسجن، داروا بيا عارضه. الناس كيمشيو يدخلوا كيتقيدوا كيسنيو باش يصيفطوا لي عارضه باش تجي السلطات المغربيه تديني للسجن. سفيره السلام، بغيت نقول ساره. ساره، يستحسن انك تجلسي شويه مع راسك. هذا المشروع ما هي الا يومين الاخوان، يومين حتى وصلنا 400 مليون سنتيم مغربيه. 400 مليون سنتيم كتوصف الاسم ديالي هشام. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. المغاربه هاد السيمانه مقسمين على ثلاثه. الناس الامازيغ اتفقوا على الياس المالكي تا خداو حقهم. هاد الاخ قال لك في ظرف يومين قدر يجمع 400 مليون باش يدير واحد المشروع للناس المتابعين ديالو، اللي عطى 200 درهم غادي يربح كل شهر 1000 درهم. غادي يستافد، ماشي يربح، غادي يستافد. انت مثلا على حسب داكشي باش دخلتي 200 درهم غادي تولي تربح 1000 درهم. المهم بروجي ديالو راه عنده في القناه ديالو. الفكره اللي قلت لكم هذه يومين، يعني نهار 24 شهر 10 2024 ديال واحد انشاء اعظم مشروع غادي نساهموا فيه حنا واحد المليون مشارك، واحد القيمه ماليه اللي هي 200 درهم مغربيه، واللي غادي يكون اي واحد عنده نصيب ربحي في هذا المشروع. ما هي الا يومين الاخوان، يومين حتى وصلنا 400 مليون سنتيم مغربيه. 400 مليون سنتيم كتوصف الاسم ديالي هشام الفياضي. هانتوما كي تشوفوا الاخوان، كاين اللي ساهم 200 درهم، كاين اللي ساهم بالدوبل، كاين اللي ساهم بالتريبل، كاين اللي ساهم ب 8000 درهم كيف ما كتشوفوا. وهذا اكبر انتصار واكبر افتخار بالنسبه لي الاخوان، لان باش انسان ما كتعرفو ما كيعرفك ويصيفط لك المال، يعني هذا الله سبحانه وتعالى جعلنا جند من جنوده. ما الاخر على اين اللي تيهمنا حنا في هذا الفيديو؟ واحد الفئه اللي هي داروا واحد العارضه على هاد الاخت هادي. كناكل اخر كسكسو ليا. علاش؟ حيت صحابي فيتنا قال لك باغيين يدخلوني للسجن، داروا بيا عارضه. الناس كيمشيو يدخلوا كيتقيدوا كيسنيو باش يصيفطوا لي عارضه باش تجي السلطات المغربيه تديني للسجن. هي هادي، هادي اللي تتقول لهم سفيره السلام، سفيره عبد السلام، هي كاتبه سفيره السلام. هاد الاخت تتقول باللي انها سفيره السلام، هي وسيطه بين الشعب المغربي والجزائري. قالت لي حنا لا للفتنه بين الشعب المغربي والجزائري. بزاف في لي فيديو ديالها تتهضر على الشعب المغربي والجزائري، تتحاول تستغل بين جوج شعوب، ونفس الوقت الغريب في الامر انها مغربيه، وحنا كمغاربه تنعرفوا اي واحد اللي معانا واللي ما معناش بالصحراء المغربيه. هاد تيكتبوا ليه الجيران وتيسبوا سيدنا وتيقولوا اللي تيقولوا في التعاليق، وما تتقدرش تمسح دوك التعليقات ولا تخرج بشي فيديو تقول لهم هادشي حشومه ولا هادشي. السيده اخر فيديو تبارطاجا، الفيديو اللي بارطاجيت معكم البارح الاخوان ديال دوزت واحد المقطع ديال الفيديو، ونفس الوقت دايره واحد فيديو ديال جلاله الملك محمد السادس الله ينصر والله يشافي. هنا فين بقى فينا الحال بزاف. هادشي اللي خلى بزاف ديال المغاربه غادي تسمعوا لي فيديو دايرين عليها واحد العريضه ديال السنياتور. حتى انا غادي نخلي لكم الرابط، اللي باغي يدخل يديسيني مرحبا، غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف. تصنتوا بعض لي فيديو باش حتى نتوما تفهموا معايا. اول حاجه اي واحد ما تنبغيوش ليه الضرر باش تعرفوا هاد القضيه، اي واحد ما تنبغيوش نتعداو عليه، ولكن الانسان اللي تتوصل به باش الملك خط احمر. نهار بارطاجات فيديو قالت الصحراء مغربيه، الفيديو ما فيش التفاعل، ما كاينش اللي دار ليه القلب من الجيران، ولكن ملي تتهضر على المغاربه ولا تقول شي حاجه على لا انتم علاش تديروا الفتنه هذه تكتبوا ليها في التعاليق. اخ نسمعوا، سمع الملك خط احمر والعريضه راه تكتبات وتحطات وغادي تسنى من الاحرار. انا حطيت اللين في البايو ديالي ونتمنى الاصدقاء كلهم يحطوها باش تزيد تنشر. في البايو تحت كلمة الصحراء المغربية كاين واحد لو لين بركو عليه غيديكم العريضة نيشان.
قراو العريضة، أنا تعجبني اللي تقرا. قراو شوف هذه بالنسبة للعريضة اللي دارتها السيدة هذه، واللي باغي يدير شي سنياجور تما الطريقة كيفاش. المهم الرابط راه غادي تلقاوه في صندوق الوصف، غادي يديك لهاد البلاصة ديريكت. ما عليك انت شنو غدير، هادشي اللي غادي تقول هاد السيدة وها بتماعن قبل ما تسنيوها. المهم قراوها في الاخر ديالها، كاين واحد الولية واحد اخر بركو عليه تما، تخليو سميتكم كنيتكم نيميرو دو لاكارت ناسيونال، المدينة فين ساكنين والبلد فين ساكنين، حيت العريضة ماشي غير المغاربة اللي في المغرب، جميع مغاربة العالم. مي تعمرو البيانات لتحت كاينة اونفويي، المهم بركو عليها وعاد رجعوا ليا للعريضة، ولتحت كاين البوطون بالحمر سيني لا بيتيسيون، بركو عليها. ديك الساعة تيقول لك عمر سميتك كنيتك الايميل ديالك، والايميل خصو يكون صحيح حيت غيوصل لك واحد الايميل باش تكونفيرمي لا سيناتور ديالك، ودير سيني لا بيتيسيون. وديك الساعة تيقول لك واش تخلص ولا تخلصوا والو، قولوا جو فو بارطاجي فيا واتساب فيا ايميل، كليكيو على جو فو بارطاجي، بارطاجيو وصيفطوها في الواتساب في الايميل. كيف ما كان نوع هذا البارطاج، المهم تبارطاجا وشوفوها فين غتوصل. يلا بيس. اذا دابا فهمتوا كيفاش كناكل اخر كسكسو ليا. علاش؟ حيت صحاب الفتنه قال لك باغي يدخلوني للسجن. صحاب الفتنه دابا حنا ملي تدافع على بلادك انت صاحب فتنه. داروا بيا عارضه، الناس كيمشيو يدخلوا كيتقيدوا كيسنيو باش يصيفطوا لي عارضه باش تجي السلطات المغربيه تديني للسجن. سفيرة السلام، بغيت نقول سارة. سارة، يستحسن أنك تجلسي شوية مع راسك وتهضري شوية مع راسك، طرحي سؤال وجاوبي عليه، طرحي سؤال وجاوبي عليه مع راسك مع راسك، وحاولي تكالماي وقلبي على راسك. وسط دوك التساؤلات غتلقاي سارة الحقيقية يلي حاولي تتباني بها. وهادشي كامل علاش؟ حيت درت رياكسيون على واحد الفيديو ديال الفتنه، ديال رياكسيون ديال الفتنه من جهه الجزائر، وكندافع انا على المغاربه وكنشرح واحد الكلمه. الفيديو قالت لك بلي انه دارتو تدافع على المغاربه. الفيديو راه شفتو، دوزتو في الفيديو اللي فات، ولكن الفيديو هذاك اللي ما طلعش في المشاهده، ما عرفتش علاش داك الفيديو ما طلعش. المهم بزاف ديال الناس ما تفرجوش في الفيديو. على اي ما تنساوش الاشتراك الاخوان، لايك الفيديو باش يبقى يطلع الفيديوهات للناس اخرين. فهمتي؟ لانه بزاف ديال الالتواءات عندك في الهضره. هذا الفيديو اللي كديري دابا ديال لواه انا جيت كندافع ورياكتات وتطاشي تطاشي، هادشي درتيه بعدا بزاف الانتقادات اللي جاتك من المغاربه، كما انا تعطيتك تحدي ديال الصحراء، عاد درتي فيديو على الصحراء، وشوفي التعليقات ديال خوتك الجزائريين كي دايره، اصلا ما طلعوكش كاع التفاعل الا كم منهم قليل، وكتبوا لك تعليقات سلبيه على الصحراء. المهم هذا من جانب. الفيديوهات السابقه ديالك كامله كتهاجم المغاربه، كتلقبينا بشتى الشتائم وكتعطينا صفات، اتهمتينا اننا صهاينه. هم يا خوتي كاينين شي مكاريب وشي صهاينه ما حاملينيش فقط فقط حيت سميتي سفيره السلام. اش معك السلام؟ كتب ولا كتبي سفيره الصهاينه، سفيره نتنياهو، سفيره الكيان، سفيره البخت، سفيره السم، سميو شوفوا زهركم، ما عرفتي ينجح لكم الكونسيبت ديالكم. وبزاف ديال الحاجه ما كتشوفيش شنو كيديروا الجزائريين، كتشوفي شنو كيديروا المغاربه وكتردي علينا. حتى تعرضتي لهجمات، عاد بغيتي ديري الحياديه، ولكن طحتي في واحد ما عرفتيش كيفاش تخرجي من داك المستنقع اللي طحتي فيه، وليتي غير صافي غير كتصرفي بوحديتك. هذاك الفيديو ديال اعطوا له البنان المغربي الحيوان جاوبني عليه شحال هادي، ولكن عرفنا كيفاش نجاوبوا عليه. قطعنا داك الجزء اللي كانوا مونطين هما ودايرين الملك، قطعناه حيدناه وردينا عليهم على كيفاش هما في وسط ساحة الملعب بالهم باش مشغول، وشنو هو الشعار اللي كيقولوا. انتيا اصلا عندك واحد الشعار تما كدير ما كتقولي هي هولي 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 شامبيون وان تو كتغني ليهم هي هولي 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 شامبيون شامبيون 1 2 3 ديفا لاجيري مبروك على الجزائر تاهلوا لاكان 2025 مرحبا بالشعب الجزائري الجزائري في المغرب. كيفاش كنتي كتصرفي من قبل خوتي واتاي كي كنديرو خوتي، تخيل طاسي وسط مقام الشهيد وكتحاولي زعما تقولي لنا راه انا واعره وانا رومب وما كنخافش وانا، ولكن من اللي هاجموك ووقفوك عند حدك بديتي كتزيدي تغرقي اكثر. شوفي حل بسيط، غتخرجي بفيديو غادي تقولي سمحوا لي انا غلطت ما كنتش عارفه، خلي سوق راسك ديها في الحاله النفسيه تاعك، ياك مريضه ديها في الحاله النفسيه تاعك، ديها في حياتك وعيشي حياتك، خير ليك من هادشي كامل، الا ما قدرتيش خير ليك منه.
طلبي السماح اقسم لك بالله حتى غيسمحوا لك، ولكن ديري عقلك ماشي كتزيدي تبغي تبين راسك زعما هادشي بها غير فراسك، انو نتي مدوزه مغالطات خطيره وتعليقات خطيره. راه نمشي من غدا نخرج دوك التعليقات مسكانيهم ودوك الفيديوهات ديالك فيهم دوك المغالطات كيفاش كتسبي عنا حنايا، نديرهم في سي دي ويوقعوه المغاربه كاملين، كوني اكيده كنا غنوقعو. سمعتي راه ما يمكنش كلشي نكذبوه باش نجيو معاك انتيا بوحديتك، راكي لستي على صواب، راكي ماشي على صواب في داكشي اللي كديري وهادشي اللي باقا باغا تزيدي فيه وكديري. اما بالنسبه كتقولي باغيني نتلقاو ليا وكيشهروا بمقر العمل ديالي، مقر العمل ديالي كيقولوا كيشهروا به مقر العمل باغيني نتلقاو ليا، هادشي كامل حيت درت غياقصه على واحد الفيديو. فكنوصلوا المقر العمل ديالك انك ماشي مناسبه لذاك العمل لانك كتعاني من واحد الحاله نفسيه مع الاسف. الله يشافيك. انا الا كنت ام ما غنبغيش نخلي ولدي يقرا عند واحد الاستاذ اللي عنده حاله نفسيه يدخل ليا داك الولد ديالي في ديك الاكتئابات، يولي داك الولد عندي كيفكر سلبي او لا يفوت ليا فيه شي دقه يقتلو ليا. ما يمكنش نخلي ولدي عند داك الاستاذ، فهمتي؟ فماشي باش يتلقاو لك انت عاوتاني بهذا الفيديو كدوزي مغالطات على حنا عندنا السيبه في المغرب، غنجيو نتلقاو لك ونعطيوكم الخط العصبي. حنا بغينا غير نوريوك بلي داكشي اللي كديري غلط، بلي حنا قادرين نوقفوك عند حدك. هادي ليك، هادي ليك اللي كتسمي راسك سفيره السلام، قلتينا بهذيك خوتي هادوك وحتى المغاربه جر وغايه. جريتي معك مجموعه ديال الناس اللي متبعينك والغايه ديالك معروفه. البارح خرجتي لنا واحد الخرجه خطيره في الوقت اللي المغاربه محصرين وكيبكي وكيصلي وكيدعي بالشفاء لابوهم وابونا كاملين صاحب جلال نصره الله وايده، الله يطول في عمره والله يشافيه ويعافيه. خرجتي لنا بواحد الخرجه خطيره، درتي لنا اغنيه مشبوهه نتا اعداء ديالنا وباش مرفوقه بالصوره ديال الملك ديالنا. دابا راه هنا فين كاين المشكل. مالك مالك على حالك؟ انت يا عايشه بخير مغربيه افتخري براسك، علاش غادي تخرجي ضد واحد الانسانه تكون ضد بلادك؟ عندك مشكل مع مغربيه ماشي غادي تكونطريها ببلاد تولي تمشي مع واحد البلاد ضد بلادك. راه هنا فين تيغلطوا بعض الناس. لا اه هي دابا ايوا فين فين حدك فين فين فين؟ مهما شبيتي عيرتي درتي بحال شي وحدين اللي خرجوا بداو يقطعوا في الرايه ديال المغرب يحرقوا فيها وغياو يسبوا في الملك في الشعب المغربي، وفين وصلوا؟ فين؟ وغادي تندم، غيجي واحد النهار تقد ايه كون كون غير ما قلتش. وهذا الشيء لي فيديو تدير شي حاجه تيتبارطاج الفيديو الا لحتيه راه ما بقاش يكون ديال صافي تيمشي كل واحد تيعلق ولا ممكن يجيوك السبان يجيوك سميتو. دابا هنا فين كاين المشكل، الانسان ملي تيبدا ما تيعرفش شنو تيقول، ملي تيوصلوا الصهد تيبدا يدير هوك هوك باش زعما راه باش يحيد عليه المنتف. لا اسمح لي نصحوك الناس مره الاولى، درنا فيديو الاول فيديو الثاني هادو كاملين هاد الناس هادو داروا لي فيديو قالوا لك اودي هادشي اللي تديري ما خدامش، ما تكونيش ضد بلادك، بلادك كيبقى بلادك. عندك مشكل مع شي شخص سيري تناقري معاه، بلاد خليها في الثقه. الملك خط احمر، من وصلت لي الملك صافي راه ما غاديش يسكتوا لي. السلام عليكم اخوتي، متفقين كلنا ان المحتوى ديال المسمات سفيره السلام كيستفزنا حنا كمغاربه الاحرار، ولكن خليناها كتسترزق الله. ولكن اخر فيديو ديالها هذاك ما خصوش يدوز، هذاك ما خصوش تسكت عليه، باش غتحط اغنيه قديمه جاوبنا عليها هذا شحال وتحط عليها الصوره ديال ملكنا ديال سيدنا؟ لا هذا فات الاستفزاز. واكثر من ذلك التوقيت اللي اخترت، الوقت اللي كلنا قلبنا على سيدنا، الوقت اللي كلنا كندعيو لسيدنا بالشفاء وكنقولوا يا ربي تشافيه وتعافيه لنا يا ربي وطولنا في عمره، تنوضي انت تخرجي وتحطي هذيك الاغنيه اللي قديمه وتحطي عليها الصوره ديال سيدنا، هذه ما تدوزلكش. العريضه البارح تصاوبات، العريضه تسنات البارح في الوحده الليل، هي هنايا في البايو ديالي. شنو هو البايو؟ هنا تحت الصوره ديالي غادي تلقاو لو ليان الرابط ديال العريضه، كتكليكيو على هذاك لو ليان كيديكم للعريضه، كتهبطوا لتحت كاين واحد الرابط بالزرق كتكليكيو عليه كتدخلوا المعلومات ديالكم وكتبقى سريه ما كيشوفها حتى شي واحد، كتعاودوا ترجعوا كتهبطوا لتحت كاينه سيني كتسينيو العريضه.
باش كلنا نتحدوا يد في يد وكلنا نكونوا كلمه واحده ويد واحده ونوقفوا هذه الاستفزازات اللي ما بقى لها صبر، ما بقى عندنا صبر ليها. المهم حتى هاد لوليان غادي تلقاوه في صندوق الوصف ولا هاد الرابط هذا اللي باغي يتسجل في هذيك العريضه. المهم هادشي على جال بلادنا، حنا ما تنبغيوش شي واحد يسيء لبلادنا، هذا هادشي اللي كاين. بغيتي تكون معنا مرحبا بك، ماشي انت تتكون اللي هي تبدا تخرج في عينيك وتجي اللي تهضر علينا نتلقاو فيديو جديد تهلا.